مبروك يا سليمان. مش هقول مبروك برضه؟ لا انت ما تقولش حاجه خالص، انا اللي لازم اتكلم. اتفضلي اتكلم. شكرا يا ابن عمي، يا رب تكون سمعتها كويس. انت جايه تقولي لي شكرا؟ انا جايه اجري من عند لوحه النتيجه عشان ده حقك. الامتياز اللي انا خدته ده بفضل تعبك معايا. الامتياز ده من حقك انت. حتى لو كان من حقي انا، فمن حقك انت كمان اني اقول لك شكرا. عارف انا حاسه بايه يا دكتور؟ ما كنا اولاد عم دلوقتي. انا بحب اقول لك يا ابن عمي قوي، بس ده حقك العلمي. واضح ان حقوقي بقت كتيرة قوي، وانا مش عارفه ارد لك اي حق منهم ازاي. واضح كده اني ما حليتيش غير كلمه شكرا اللي انا جايه اتجري عشان اقولها لك. لا اطمني، انا هعرف اخد حقوقي كويس قوي وبلا تنازلات. بقول لك ايه، انت عندك حاجه هنا دلوقتي؟ انا ما عنديش حاجه، انا قدامي المستقبل كله. خلاص تعالي بقى عشان نبتدي اول خطوه معاك. يلا. الف مبروك، الف الف مبروك يا حبيبتي. مبروك يا شيماء. انا كنت متاكده ان انت مش هتتنازلي على الامتياز. الدكتور سامي ابن عمي هو اللي اصر انه ما يتنازلش عنه. طيب يا دكتوره، ولو ان الدكتور سامي مش مستني شكر. فعلا لا شكر على واجب يا دكتوره. ها نقول دكتوره برضه ولا ايه؟ هي طموحها هيقف عند الليسانس ولا ايه رايك يا دكتور؟ انا رايي معروف. انا عايز اعرف راي الدكتور سامي. الله الله الله، يعني السؤال موجه للدكتور. بالظبط، وعاوزين نسمع الاجابه. الحقيقه انا قلت لشيماء ان الليسانس او البكالوريوس ما اصبحش شهاده تفوق. اللي عاوز يقول انا معايا شهاده لازم يحصل على الدكتوراه. اتفضل يا ستي، اهو ما قالش حاجه جديده، نفس المقوله اللي انا علمتها له، مش كده يا دكتور؟ لكن تفرق كتير قوي لما شيماء تسمعها من الدكتور سامي. نحمد الله انها سمعتها، المهم انها تعمل بيها. على فكره يا دكتوره، احنا كنا عارفين النتيجه سلفا لان انا اللي معتمدها، وماما كمان كانت عارفاها. صحيح يا ماما، وما قلتوليش؟ تقولوا لي ان ده اختصاص الكنترول؟ يا بنتي كنا عايزين نسعد بيكي، نشوف الفرحه في عينيكي وانت جايه تجري كده انت والدكتور. الدكتور سامي اللي انتوا سايبينه واقف من الصبح، وما فكرتوش حتى تقولوا له استريح؟ لا، ده انا هطلب بنفسي ادخل واستريح جوه مع عمي. نطالب بحقنا زي ما وعدتك، ممكن يا عمي؟ يا سلام، انت بتستأذن؟ اتفضل يا ابني، تعال. اتفضل يا سامي. اتفضل يا ابني. طالب بحقك زي ما انت عايز. واحنا مستعدين لتلبية كل طلباتك ما دام في اطار الحق. اتفضل. عمي ان كان ليا حق عند حضرتك فيبقى من حقي اطلب ايد شيماء. انت شايف ان حق مكتسب انك تطلب ايد شيماء يا سامي؟ الحقيقه انا شايف اني اولى الناس بيها وهي اولى الناس بيا. على فكره شيماء جت تجري في الجامعه لما عرفت النتيجه عشان تشكرني. قلت لها ان ده واجبي، قالت لي لا ده حقك اني اشكرك. قلت لها حقي هعرف اخده بطريقتي. وجاي دلوقتي تطالب بحقك. وعاوز اعرف راي حضرتك. شوف يا سامي، انا طول عمري شايف فيك نبوغ معين وانت في الابتدائي، شيء مختلف عن اخواتك وعن كل ولاد العيلة، لدرجة اني تمنيت انك تكون ابني. بس في اللحظة دي فرحان انك ابن اخويا مش ابني. انت عارف ليه؟ ليه يا عم؟ عشان اللحظة دي، اللحظة اللي تيجي فيها تطلب ايد شيماء، وانا كنت متأكد انها جاية. وعلى قد ما كنت منتظرها ومرحب بيها، على قد خوفي منها. خايف منها؟ خايف من طلب الايد شيماء؟ ايوه يا ابني، اتمنى ان خوفي ده ما يكونش في محله. طيب ممكن اعرف الاسباب اللي مخوفه حضرتك؟ يعني ربما تكون حسيتها يوم ما جينا نبارك لاخوك يوم نجاحه، رغم ان ابوك تجاهل دعوتنا. بس متهيألي ان ده موضوعها مشي جنب طلب الشخصيه لإيد شيماء. انت شايف كده؟ وما سمعتش راي حضرتك لغايه دلوقتي. عايز تعرف رايي يا سامي؟ من فضلك يا عمي. رايي يا ابني ان من حقك تطلب ايد شيماء تبقى زوجه ليك. من حقك تتبع كل الاساليب اللي ممكنه عشان تحقق الامنيه دي. يعني زي ما بيقولوا تاخدها فوق الحصان، دي لحمك ودمك. مع اني متأكد إن مش هو ده رأي والدك. وتفتكر حضرتك إن والدي هيبقى له رأي تاني؟ أكيد أكيد، أنت هتعرض الموضوع ده على والدك
وهتعرف رأيه وأكيد هتبلغنا. بتقول إيه يا دكتور؟ قلت إني بستأذن حضرتك عشان يعني. قول يا ولدي، أنت مكسوف مني؟ ده أنا أبوك عايز تتجوز. ده بعد إذن حضرتك طبعا. من غير إذني يا ولدي؟ ده أنا ما أصدق. يا نعم تعال يا مواجيه بيه، جرب يا إنعام. هانم هانم فيه تعال اسمعي. فيه قول لها يا ولدي مالك يا حاج؟ المسألة بوضوح، مش محتاجة كل الانفعال ده. مالك انت انفعال ما انفعال؟ انا وامك عاوزين نفرح. قول بدك تتجوز يا ضنايا. بس اهي الحاجة انهت المسألة. قول لي الدكتورة شادية هي السك؟ لا الحقيقة المسألة مش محتاجة سكك، دي ابسط مما تتصور وان شاء الله تعجبكم. هتعجبنا يا ولدي، ما دام عجبك يبقى هتعجبنا. طيب مش حضرتك تعرف هي مين الاول؟ يا ولدي دي شريكة حياتك انت مش حياتنا احنا، لازم انت اللي تختارها براحتك واللي يريحك يريحنا. عموما انا اخترت شيماء. مين شيماء؟ شيماء بنت عمك زين. ايه راي حضرتك؟ ما لقيتش الا دي، داقت الدنيا ما لقيتش الا شيماء. مالها شيماء؟ ملهاش يا ولدي، الدنيا مليانه بنات مال وجمال وغنى، ما لقيتش الا دي. انا ملول قلبي مش مرتاح لقعدتك احداهم هناك. وفي ايه يا حاج؟ زي ما انت شايف يا دكتور. الحقيقه انا مش فاهم حاجه. كان لازم تفهم من الاول، مش بيقولوا كل لبيب بالاشاره بيفهم؟ انت بسم الله ما شاء الله ما نقصكش فهم. طيب ممكن حضرتك تفهمني؟ امامك ما بيرتاحوش معانا. ما بيرتاحوش؟ ولا بيريحوا. كانوا ريحوني زمان كيف ما ريحتوا من عمره كله. انت نسيت لما سبت البيت الكبير وجيت بيكوا هنا؟ يعني انا ابعد وانت تروح تزرع نفسك وسطيهم؟ يا بابا اللي بين حضرتك. بعدني عنهم يا شيخ، يعني هم يتعبوني في الاول وانت جاي تتعبني دلوقتي؟ حاجة تطلع الواحد من خلقاته. بتنفخ ليه؟ ما شايفاش، عايز يرجع الحكايه بظهرها بالهداوه من غير ما تشخط ولا تنطر. قول لا لا وما تنهاش. مالك في ايه؟ ما افتكر يوم ما قلت لي اديهم نصيبهم، مش انت اللي قلتي لي كده؟ كنت مخلوله اني يصعبوا عليا واقول ولاد خالي، وهم من ورايا يقول لك اتجوز واحنا الراضي انعام. واحده واحده يقلبوا عقل ولدك الدكتور ويطلبوه بحقه. كلمه واحده يا رحي، لا تبقى جزره وقطمها جحش. والله في السعد يا انعام، جحش لا جحش ولا حمار. الحمير بياكلوا التبن وانا بطلت اكل التبن من زمان، بطلت اعلق المخله فوق رقبتي. حضر العشاء وروحي ندمي على شاديه، وانا هروح اناديها. هتروح له اياك؟ اعمل ايه عاد، اسيبه ينام من غير عشاء؟ قلبي ما يطوعنيش. حنين وقلبك اخضر يا رحي. الاخضر والاحمر، الواحد لازم يبقى قلبه اسود عشان يقدر يعيش. استهدى بالله يا رحيم وقعد. هيتعشى ولا ما يتعشاش؟ لا سامي طيب، قلبه ابيض انا عارف، اطيب اخواته، ما هينش علي اكسر قلبه وانا شايفه جاي الفرحه بتفط من عينيه. انا اللي تحايلت عليه يتجوز، انا رايح له. سامي رايح فين يا ولدي؟ رايح مشوار يا بابا وراجع على طول. مشوار دلوقتي؟ ما انت لسه جاي من شوية. رايح لعمك؟ للدكتور زين؟
لا يا بابا مش رايح. ما رايح فين؟ بابا حضرتك أول مرة تبقى عاوز تعرف أنا رايح فين. من سنين حضرتك ما بتسألنيش. عشان كنت مطمن يا ولدي. اطمن يا بابا، مش معقولة بعد السن ده هعمل غلط. أنت عمرك ما عملت الغلط يا سامي، حتى وأنت صغير. هتيجي دلوقتي وأنت راجل ودكتور في الجامعة بتغلط. أمال حضرتك قال لي؟ أبدا يا ولدي، أنا بس كنت عاوز نتعشى سوا. لا يا بابا ما تستننيش، أنا جاهز أتعشى بره. بعد إذنك يا حاج. راح لفين ده؟ مش مصدقني؟ راح يتعشى حداهم. أنا قلت ما يهوبش ناحيتهم. ما ينفعش يا إنعام، ما ينفعش أقول له ما تروحش لعمك، ولا ينفع أقول له ما تعلمش بنت عمك في الجامعة. ينفع دلوقتي تقدر يا الحايم. أنا قلت ابتدى النزناز لازم نلحقه. أنت سامعني يا حاج؟ روحي دلوقتي أحضر لك العشاء. ماليش نفس. مش هتاكل؟ قلت لك ماليش نفس يا إنعام. فوتينا أفكر حتى عن النزناز ده كيف؟ عاوز تتجوز؟ وأرجو إنه ما يكونش طلب مزعج بالنسبة لحضرتك. لا هو الحقيقة مش حكاية مزعج، أنا بس مستغرب شوية. ليه يا عمي؟ هو شيء مستغرب؟ أصل سامي أنت جاي لي في وقت عبير بنت الكبيرة اتجوزت وسارة لسه يعني صغيرة على الجواز. لا من الحقيقة مش جاي عشان عبير ولا سارة. يا خبر أبيض، يبدو اني اتسرعت في استنتاجي شويه، ما انا اسف. الله، ما هو مش معقول كمان تكون جاي تخطب مني شيماء بنت عمك زين. ليه مش معقول؟ اولا والدها دكتور زين موجود حسه في الدنيا، ثانيا ما اعتقدش ان والدك هيوافق يعني. اه كده نبقى وصلنا لنقطه البدايه. يعني انت فعلا بقى عاوز ارتبط بشيماء؟ وكلمت عمي زين. اعترض؟ لا بالعكس، ترحب جدا. وبعدين كلمت والدي قال لك لا؟ ما لقيتش قدامي غير حضرتك عشان احكي له، عشان احل المشكله، عشان تفهمني ايه هي المشكله اصلا اللي محتاجه الحل. حضرتك فهمني يا عمي. فاهمك يا سامي، بس الحياه دي مأموريه صعبه قوي. صعبه؟ صعبة أني أفهم أصل الخلاف بين بابا وبين عمامي، ولا ليه هو رافض؟ شوف يا سيدي، طب الجرس يا حبيبي، أكيد ضيوف، أرحب بيهم بس وأقول لهم أهلا وسهلا. أنت عارف بقى البروتوكول عندنا، 5 دقايق بالصف. آه طبعا يا عم، اتفضل. اهلا 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 عبد العزيز بيه. اهلا مدام فوزيه، ازيك يا علا؟ عليكم غرام التاخير. حرام عليك يا ماجده، يدخلوا الاول واخدوا نفسهم واشربوا حاجه، وانا شخصيا اللي بعد العشاء هحاسبهم حساب الملكيه. معلش الشوارع كانت زحمه شويه. اه يا الزحمه الحقيقه اليومين دول لا تطاق. اتفضل يا عبد العزيز بيه. اتفضلي يا مدام فوزيه. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، اتفضلي، شرفتونا ونورتونا. ادخلي يا علا، اتفضلي. كبرتي يا علا والله. استنى، شكلنا بقى وحش قدام الضيوف، اكنك مستخبي منهم في المكتب. اعمل ايه يعني؟ ادخل اطرده؟ لازم يبقى عنده ذوق، يعمل تليفون. امال الدكتور في الجامعه ازاي؟ حاضر، هشتري له كتاب في فن الاتيكيت عشان يتعلم. خليكي مع الضيوف. معلش يا وسام، اديك شايف. ده انا اللي اسف يا عمي اني جيت من غير ميعاد. حصل خير يا حبيبي، اتفضل اقعد. ها كنا بنقول ايه بقى؟ عاوز حضرتك تفهمني. والله يا سامي ما انا عارف هبدا معاك. جرس الباب تاني. معلش يا حبيبي، بس دول على فكره اخر ضيوف، وبعدها بقى بعدها حضرتك تبقى تقعد مع ضيوفك، وانا هبقى اجي مره تانيه. لا 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 لا، هما دقيقتين هستقبلهم وارجع لك على طول، اقعد. اهلا اهلا يا مدام. اهلا وسهلا. انا منصور بيه. اهلا وسهلا. اهلا يا مدام. اتفضلي. شكرا.
شكرا. نورتونا وشرفتونا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. معاهم يا ماجده. بعد العشاء هنتحاسب. ما احنا خلاص خلصنا. خلاص هيمشي؟ لا انا قصدي خلصنا الضيوف. ماجده بقول لك ايه؟ مش عاوز شكلي يبقى وحش، فاهم ولا لا؟ اكتر من كده؟ خدي. خلاص يا ابو سام خلصنا كل ضيوفنا. دول لسه هيبتدوا عمي. عموما انا ممكن عموما شوف الاول طيب عشان نعرف نتكلم. انا رايي ان موضوع خطوبتك لشيماء بنت عمك زين ده يعني متهيأ لي انه جرس تاني. هو ده التليفون يا عمي. والله صحيح ده التليفون. واحد مخه اتبرجل ده باينه ترانك كمان. الو الو ايوه القاهره. مين؟ اهلا يا رضا. ده رضا ابن عمتك. ازيك؟ جايين ايه؟ زياره ايه؟ ده مش موسم اجازات خالص. سبتوا الشغل ليه؟ طيب طيب جايين امتى؟ بكره طياره الساعه كام يعني؟ طيب خلاص خلاص هبعت لكم حد ينتظركم في المطار. مع السلامة يا رضا. خير يا عم؟ خير. ده رضا ابن عمتك واخته هناء جايين بكره من دبي. جايين اجازه؟ لا يا سيدي سابوا الشغل اللي ما صدقت لقيته لهم. واضح ان في حاجه حصلت هنعرفها عموما لما يجوا. هعرف كمان بالمره جوزها ما جاش معاهم ليه. هما كانوا بيكلموني علشان ابعت لهم حد يستناهم في المطار. وانا هتصرف طبعا. وهتصرف كمان في موضوع خطوبتك يا سامي اطمن. وهتشرح لي اساس المشكله؟ والله يا سامي ان حبيت تاخد رايي فبلاش لا اقول لك ولا تسمع مني. اصل الحكايه بيني وبينك ما تبسطش وكمان مش مناسبه لجواز وخطوبه. واذا كنت مصر ان اعرف من فضلك يا عمي انا مش عايز اتجوز وفي حاجه مستخبيه وفجأة بيها في المستقبل. حقك يا سامي حقك. خلاص يبقى نتقابل انا وانت عند عمك زين ونتكلم. بس عاوز اقول لك حاجه بالمناسبه. اتفضل يا عم. عمك زين ده راجل متسامح جدا وبيحبك جدا جدا انه وافق يديلك بنته. ياه طب ليه؟ ما هي ليه دي بقى اللي هنتقابل انا وانت عند عمك زين ونتكلم فيها.